السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد في سوبر ماما. فيديو النهاردة حلو جدا. بصوا بقى هوريكم مشتريات للبيبي ومشتريات ليا، حاجات جميلة جدا هتعجبكم. وتابعوا الفيديو للآخر، هفرجكم على حاجات تحفة قوي للبيبي اللي هو من عمر مثلا سنة لسنة ونص سنتين كده، لحد 3 سنين. حاجات تحفة هتعجبكم جدا، شايفين انا جايبة من كذا مكان. طبعا في تخفيضات وفي اسعار حلوه، وبرده كنت جايبه ملايه لسرير البيبي هتعجبكم جدا. يلا بينا نبدا الفيديو، بس انا هقسمه لجزئين. الجزء الاول هنشوف لبس البيبي كله، وبعد كده هوريكم اخر حاجه في الفيديو، يعني هوريكم الجزء بتاعي اللي هو اللبس اللي انا اشتريته ليا. اشتريت حاجات حلوه جدا هتعجبكم، المحجبات طبعا هتعجبكم قوي. يلا بينا نبدا الفيديو، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشجعوني باللايك وتعملوا اشتراك في القناه لو كنتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم مني كل جديد، ويعني انبوا ضميركم واشتركوا في القناه بقى، يعني بقالنا حبه مع بعض اهو، بقينا عشره يعني. المهم ان انا بحبكم جدا، وان شاء الله نكبر مع بعض. ويلا بينا بقى، مش عايز اطول عليكم، يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه بسرعه كده، نوريكم كل المشتريات اللي اشتريتها. بصوا اول حاجه هوريها لكم مشتريات البيبي اللي هي ملاية السرير دي يا جماعة، انا جبتها من على سوق.com، جبتها ب55 جنيه. بصوا هنفتحها مع بعض دلوقتي اوريكم شكلها، هي بصراحة تحفة. بتيجي معاها المخدة دي، مخدة صغيرة، هي شكلها اصلا البيبي هيلعب بيها مش هينام عليها، لانها يعني مش طرية قوي، ناشفة شوية، ومش الفايبر بتاعها مش طري، بس هي حلوة مخدة يعني ب55 جنيه. الملاية ومعاها كيس المخدة بتاعها ده، بصوا كيس المخدة صغنن امور ازاي، كيس المخدة كيوت جدا اهو، هو طبعا اكبر من المخدة، انا هوريكو شكله. بصوا الشكل بصراحة كيوت جدا، انا حبيت الشكل ده، وكان فيه كذا شكل تاني، كان فيه زي الملاية بتاعت سرير البيبي اللي انا كنت مصورها لكم قبل كده، اللي هو لونها لبني كده شوية، اللي انا جايباها اصلا اوريدي في سرير البيبي بتاعي، فانا حبيت اغير له واجيب له ملايه تانية، فعجبتني عجبني قوي الشكل ده، وكمان خصوصا انه فيه لبني هيليق جدا مع الجوانب بتاعه السرير، لان انا مش هغيرها، انا غيرت الملايه بس والمخده. تمام، ده كده شكل المخده، ودي بقى الملايه. بصوا الملايه عامله ازاي، فيها استك طبعا عشان ما تطلعش من المرتبه، وكبيره، بصوا ما شاء الله كبيره جدا، ومقاسها حلو جدا. دي يا جماعه زي ما قلت لكم، دي من على سوق.com ب55 جنيه، ده شكلها. والقماشه بتاعتها قطن جدا وناعمه حلوه جدا. بصوا لونها جميل ما شاء الله. هبقى اجربها لكم على السرير بتاع البيبي، واحط لكم صورته في الفيديو ان شاء الله. بس طبعا انتوا عارفين اي حاجه بنجيبها من بره لازم نغسلها الاول، فطبعا انا هغسل ملايه وبعد كده هجربها في السرير البيبي واوريها لكم ان شاء الله. يلا بينا نشوف تاني حاجه. تاني حاجه دي انا كنت جايبه الطقم ده، كنت جايباه من بنشتي. بصوا ده مخروب كده حلو، هو مقاس، بصوا يا جماعه انا انت ابنك مثلا او بنتك بتلبس مقاس 3 سنين اللي هو رقم 3، مقاس 3 لو مش 3 سنين اللي هو مقاس 3 او مقاس 2، فانت تزودي يعني تزودي بعديها درجه، يعني لو هي بتلبس مقاس 3 تجيبي لها 4، بتلبس مقاس 1 تجيبي لها 2 كده، فعشان هم الاطفال ما شاء الله بيكبروا بسرعه، وكمان اللبس بيصغر عليهم جدا، ومش هتعرفي يعني الواحد بصراحه انا كذا حاجه كده اجيبها البيبي يلبسها مره واحده او مرتين بالكتير، وبعد يعني الموسم بتاع الصيف بس اجيبها، وما تقضيش يجي الصيف اللي بعده ما تبقاش مقاسه. فطبعا المفروض دلوقتي ان الواحد يجيب الحاجه تبقى اكبر نمره واحده بس، ما نكبرش بقى زي الامهات بتاعه زمان اللي هو يجيب لك انت مثلا مقاسك واحد يجيب لك مقاس 10، لا انا بقول لكم نمره واحده بس. هي الحاجه برضو تبقى يعني حلوه كده واسعه عليهم شويه، بتبقى يعني ايه فاضل سيكه بس كده وتتظبط معاهم. بس بصوا اهو انا هفرد لكم شكله، شايفين شكله عامل ازاي، تحفه بصراحه، شيك جدا. والخامه بتاعته اهم حاجه تتاكدوا ان الحاجه 100% قطن، دي اهم حاجه في مشتريات البيبي بالذات، ولو قدرنا لينا احنا بقى يعني واحنا بنشتري لينا ان الحاجه تبقى 100% قطن يا ريت يعني. شايفين، انا بحب قوي الشورت الطويل دوت، وليه جيب ده يا جماعه كان بحوالي 160 جنيه او 170 مش فاكره قوي. تمام،
ده كنت جايباه من بنشتري في مدينة نصر. ماما ده شكله. ماما يلا بينا نشوف تالت حاجة مع بعض. احنا كده هنكمل بقية الحاجات اللي جايباها من بنشتي. بصوا بقى الحاجات التحفة دي. دي ماركة اسمها ديزني. ده يا جماعة انا جبته مقاس، ده كان مقاس 3 اهو، هتلاقوا مكتوب 3A، دي معناه ان هو مقاس 3. بصوا شكله، ده الشكل بتاعه، وطبعا 100% قطن. ده الشورت بتاعه، هو تيشيرت بنص كم ومعاه شورت برضو اهي، ماركة ديزني دي بصراحة تحفة جدا وعجبتني قوي، وسعرها كان تحفة بصراحة. شايفين ده اول طقم جبته، هحاول افتكر سعره واكتب لكم في الكومنتات. بصوا ده الشكل التاني اللي انا جبته، هو عليه بابجي. التاني كان عليه البوبي ده، مش عارفه اسمه ايه، اللي هو الازرق اللي انا اشتريته الاولاني اللي انا لسه موريه لكم. دوت عليه بابجي، اللون بتاعه اصفر كده مستردة شويه، مش الاصفر الفاقع، هو اصفر هادي وحلو قوي برده. جبته مقاس 3. ده كان في منهم اسعار مختلفه واشكال مختلفه والوان كتير قوي، فانا عشان كده مش فاكره السعر قوي، بس بصراحة خامته 100% قطن وتحفة تحفة بجد. والشورت بصوا تعرفوا الحاجة انها بتمط كده معاكي، تمسكيها تلاقيها بتمط كده حلوة، ده معناه انها قطن. يعني ما تجيبيش الحاجة اللي ما بت... اللي مت... يعني تبقى ثابتة كده وما بتتحركش، لا دي بتبقى وحشة. بصوا اللي بتمط دي بتبقى حلوة جدا مع البيبي، بتبقى مريحة وما يعني بتضايقوش خالص، ما بتعملوش حساسية في جلده وكده يعني. وده الشورت طبعا بتاعه، شورت برضو واسع وطويل مريح للبيبي جدا. بصوا اهو دول الاتنين يعتبروا من ماركة ديزني، جايباهم من عند بنشتي. انا جايباها من بنشتي بصراحة اللي هو في مدينة نصر، مش عارفة بقى بنشتي الفروع التانية موجود فيه ولا لأ. هوريكوا جبت ايه تاني. جبت الشورت ده، ده شورت اديداس. بصوا اللون بتاعه كافيه كده حلو وطويل، تلبسي البيبي عليه بقى اي تيشيرت اي شميز اي حاجه بيبقى حلو جدا معاه. ثواني، ده الشورت ده كان بحوالي تقريبا 30 جنيه. جبت من الشورت ده اتنين، الشورت الطويل والشورت القصير. ده جبت اللون الكافيه، وده جبت اللون اللي هو التوبي شويه دوت، شكله حلو جدا. هوريكم بقيه اللبس هيليق معاه ازاي، وهنسقها يعني هعمل له تنسيق مع بعضه ازاي. بصوا كده بس، خلاص ثانية واحدة معلش يا جماعة ثانية واحدة. هو طبعا دول الشورتين اللي قلتلكوا عليهم اهو، ده القصير وده الطويل شوية. ده كان الواحد منهم ب30 جنيه. يلا بينا نشوف جبت ايه تاني. دلوقتي جبت حاجة من عند دكتور. بصوا يا جماعه انا دي لحد دلوقتي كده الحاجات اللي انا لسه جايباها جديده حالا، يعني لسه حتى ما غسلتهاش، هغسلها بالتيكت يعني. بصوا دوت لحد دلوقتي كده الحاجات اللي انا لسه جايباها جديده حالا، اللي جايباها من ده جبته من عند ضجه. ده كان بحوالي 20 او 25 جنيه، مش عارفه. هي تيشيرت كات كده اهو، باين قدامكم ولا لا، انا هحطكم هنا كده عشان تشوفوه. تمام. ومعاه لو جبت الشورت ده برضو لوحده كان ب20 جنيه برضو او 25، مش فاكرة قوي. بصوا شكله كيوت قوي، وكمان عليه في خطين كده من الجنب، شكلهم قمر قوي، وكمان واسع برضو مكتوب عليه ماركة ديزني تقريبا. ده مكتوب عليه اللي هو 24 شهر، اللي هو السنتين يعني. بس دول كده الحاجات اللي جبتهم عند ضجة دلوقتي، وهوريكم اخر حاجة اشتريتها جديدة، وبعد كده هوريكم الحاجات اللي انا كنت لسه شارياها بس قبل كده مش المرة دي، لان دي تجميع مشتريات يعني للبيبي، قلت افرجكم عليهم مع الجديدة مع القديمة مع بعض. ثانية واحدة هوريكم بقية المشتريات. بصوا بقى ده برضو كنت جايبها عند ضجة. ماما
ده ينفع مناسبات ويدفع ينفع عيد ميلاد. بصوا فيه بيبيونة صغننه كده كيوت قوي، شكله كيوت جدا. ده مش عارف كان بمية وحاجة تقريبا، مش فاكرة بصراحة سعره جدا، مش فاكرة سعره قوي لان انا ده يعتبر جايباه بقالي فترة. بصوا اهو شكله، بس انا بوريكم بس الاشكال موجودة لو انتوا حابين تشتروا حاجة. هو بنص كم، والكم بتاعه عامل كده، ده شكله ينفع جدا في اعياد ميلاد مناسبات اي حاجه، لو عيد ميلاد البيبي نفسه يعني لما يتم سنه او سنتين ينفع. ودوت بصوا مقاسه من 5 ل6 سنين، وطبعا برضو لازم يبقى 100% قطن، وقماشته جميله حلوه جدا وبتمط. تمام، ده اول حاجه كده كنت جايباها، ده برضو كنت جايباه من عند ضجه، عشان كده حبيت اوريكم الحاجات اللي من عند ضجه كلها ورا بعض عشان خاطر ما نتلخبطش. وكنت جايبه البنطلون الجبردين ده، ده بصوا بنطلون جبردين كده، شايفين شكله اهو بجيوب او بنطلون باجي مش عارفه، بس هو قماشته عامله زي الجبردين كده، في جيوب من هنا برضو كان ب170 180 مش فاكره حاجه زي كده. دي كده الحاجات اللي كنت جايباها من عند ضجه، وكنت برضو جايبه من عنده البنطلون الجينز ده. بصوا ده برضو زي البنطلون الجبردين كان بمية وحاجة، بس ده احلى ميزة فيه ان هو بيمط جدا يعني طري قطن جدا، يعني مع البيبي يروح ويجي مع البيبي كده، يعني قطن جدا بيروح ويجي مع البيبي بسهولة. بصوا هو مقاس 14، هو مقاسه كبير يعني انا جايباه مقاس كبير عشان ما كانش فيه ساعتها تقريبا مقاسات، فجبت المقاس دوت. هو واسع شوية على البيبي بس جميل جدا في اللبس وما بيحصلوش اي حاجة، يعني هو لبسه كذا مرة وما فيهوش اي حاجة، وكمان القماشه بتاعته طريه وتقدري تتني تطوليه تقصريه براحتك. ده برضو كده من عند ضجه. بعد كده جبت حاجات تاني للبيبي. بصوا ده بنطلون جينز، ده بنطلون جينز شكل تاني، ده برضو بيمط. بصوا تعرفي ان انت بتشديه من هنا بتلاقيه بيمط كده معاكي، فده بيبقى حلو ما بيبقاش ناشف كده على جلد البيبي، بيروح ويجي معاه ويقدر يتحرك بيه بسهوله جدا. ده شكله اهو برده شكله حلو، برده بمية وحاجه. انتوا عارفين بنطلون الجينز بتاعه البيبيهات بتبقى غاليه، فده برده جايباه بمية وحاجه. وجبت له برده شورت جينز، شورت جينز ده كان بمية جنيه تقريبا. بصوا ده شكله وبيتني من تحت كده، من هنا بيطلع جزء كراهات كده، شكله حلو اهو، هو عامل زي يكون بنطكور كده شويه مش بنطلون. والحاجات بقى اللي جبتها عند روز كيدز ده، بصوا دي بتبقى شنطته، الاماكن بتاعته انا جايباه من الهرم، محل في الهرم اللي هو روز كيدز ده. جبت من عنده الشميز ده، ده شميز برضو بنص كم، ده برضو كان بحوالي 120 130 حاجة كده. بصوا مكتوب عليه ميد ان تركي، هو قماشته ناشفة شوية يعني تحسيها كتان كده شوية، مش اللي هي القطن قوي، مش ناعمة، هي يعني مضلعة كده شوية لو انتوا شايفين باين في الكاميرا، مش عارفة باين ولا لأ، بس هو كده يعني دي قماشته كده. وده شكله برضو حبيته قوي. وفي بقى ده لسه شارياه جديد، ده لسه شارياه جديد من عند روز كيدز برضو ب120. بصوا شكله ده كارو كده شوية، واللي هو ده مقاس 4 طبعا، اهو انا المفروض البيبي عندي بيلبس مقاس 3 او مقاس 2، فانا جايبه له مقاس اكبر شويه، ان خلاص الصيف يعني مجرد ما الصيف ما بيخلص الواحد مش عايز يرمي الحاجه، بقى الحاجه بيبقى جايبها وفرحان بيها يعني. بصوا ده واللوجو بتاعه هنا التيكت، ده شكله، ده من الحاجات الجديده. انا الحاجات اللي قبل كده دي كلها حاجات جايباها قبل كده، يعني في منها يعني البيبي لبسه قبل كده وفي منها لسه. فبقول لكم بصوا ده ممكن برضو تلبسيه البيبي تحتيه تيشرت ابيض عادي بنص او قط، يبقى حلو جدا وتسيبيه مفتوح، او ممكن تقفليه وتلبسي له حزام وتلبسي له بنطلون جينز او اللي هو البنطلون ده. بصوا
هيبقوا لايقين جدا مع بعض. بصوا شكلهم لو لبستي البيبي الطقم ده كده مع بعضه، او ممكن تلبسه له مع الشورت الجينز اللي انا وريته لك، او ممكن تلبسيه مع الشورت الكافيه اللي كنت جايباه قبل كده. هوريكي شكله، هحاول اوريكم شويه ديزاينات كده لتلبيس اللبس بتاع البيبي. شيل بس الحاجات دي، هوريكم الشميز الاخير ده ممكن تلبسيه بكذا طريقه ازاي للبيبي. اول حاجه تلبسه له مفتوح وتحتيه تيشرت ابيض زي ما قلت لك، وممكن تلبسيه الشورت الكافيه ده معاه اهو. بصوا الشكل ده، الشميز والشورت الكافيه، ممكن تلبسيه مع الشورت الكافيه دوت يعني يبقى فيه تيشرت ابيض من تحت، او ممكن تقفلي الشميز اصلا خالص، تقفلي الشميز خالص وتلبسي البيبي كده، يبقى يعني تخليه ايه كده اهو، يبقى اصلا مقفول تمام. ده بالشورت الطويل. ممكن نشيل اصلا الشورت الكافيه ده خالص ونلبسه الشورت اللي هو ده. بص كده تلبسيه اللون ده برضو عليه يبقى شكله حلو. شايفين الالوان مع بعضها تحفة ازاي. وبرضو ممكن نجرب الجينز عادي، نشيل ده ونجرب اللي هو الجينز اللي انا قلت لكم فيه اخضر شوية. بصوا ده، بصوا ده لايق برضو معاه جدا ازاي اهو. تمام كده انا حاولت اوريكم كذا طقم. ممكن برضو بقى بدل اللي هو الجينز الجينز الشورت ممكن تلبسيه بنطلون جينز عادي اهو، بنطلون جينز. انا مش عارفه الكاميرا موضحه الشكل ولا لا، محتاجه اقرب يعني اطلعه من فوق شويه عشان احاول اجيب بقيه الشكل كله اهو. الكاميرا عماله تتحرك معايا. بس كده ممكن طبعا زي ما وريتكم برضو البنطلون اللي هو الجبردين شكله شيك جدا برضو في اللبس. ويسلم بقى لو حطيتي البيبي حزام هنا على كل الحاجات اللي انا وريتها لكم دي. في حاجات ينفع عليها حزام في البنطلون الجينز او الجبردين، حزامها فون كده شويه بيبقى تحفه جدا. هتبقى حاجه مميزه وستايل جديد قوي للبيبي وحاجه شيك جدا. بس وطبعا لسه اوريكم اخر حاجه بقى للبيبي، الكوتشي. الكوتشي الابيض شايفين شكله شيك جدا، يليق مع كل الطقم اللي وريتها لكم. ده احلى كوتشي لازم يبقى كل بيبي معاه منه. وطبعا الكوتشي ده برضو هيليق اللي هو الجينز. انا بحب الحاجه اللي بتليق على كذا طقم يعني ما تبقاش موحده، فجبت اللي هو الجينز اللي فيه هافان ده، ينفع زي ما وريتكم هنا مع الطقم ده. بصوا هيبقى شكله تحفه جدا ولايق جدا جدا عليه مع الطقم ده اهو. وطبعا اللي هو الابيض هيليق مع اي حاجه لا غنى عن الابيض زي ما انتم شايفين كده. اخر اخر حاجه بقى خالص للبيبي، بصوا اهم حاجه بقى دلوقتي الجو بقى حر جدا على البيبيهات واحنا نازلين، فلازم نشتري لهم كاب. بصوا انا جبت البيبي الكاب ده، كنت رايحه طعامه ولقيت واحد واقف بالكابات دي فروحت جايبه له منه واحد، كان لسه صغير يعني شويه. هو ده مقاسه مظبوط عليه حلو، شايفينه. جبت اللون ده وجبت برضو اللون ده، كنت جايبه ده كنت جايباه من محل برضو مش عارفه محل ايه، محل بنشتي تقريبا كان عنده الكاب ده فاشتريته للبيبي. هو مكتوب عليه بس انا حاساه كبير شويه، هو مش يعني ايه مش مقاس البيبي دلوقتي، بس برضو شكلهم شكله حاجه جديده كده ومختلفه، ومن جوه ليه رسمه حاجه شكلها شيك قوي شايفينه. بس كده يا جماعه، ودي كانت مشتريات البيبي كده، دي الحاجات اللي انا جبتها البيبي كلها بالاسعار بكل حاجه. هبدا بقى دلوقتي معاكم واوريكم المشتريات اللي جبتها ليا. تابعوا الفيديو الاخر، الفيديو بقى الجزء الثاني ده حاجه تحفه تحفه قوي للمميز بقى، او للبنوتات او للعروسه، يعني اي شابه كده عايزه تجيب لبس حلو حاجات شيك تتفرج تكمل الفيديو معايا. يلا بينا نشوف القسم الثاني من الفيديو. بس كده رجعت لكم تاني عشان اوريكم مشترياتي انا بقى، مشتريات للمميز. بس حاسه ان الفيديو هيبقى طويل قوي مني، فهعمل لكم الفيديو بقى بتاع مشتريات المميز دي، مشتريات ليا يعني، اللي هو الجزء التاني بتاع الفيديو اللي انا قسمته جزئين. هوري لكم هعمل لكم فيديو تاني لوحده علشان خاطر الفيديو هيبقى طويل قوي وانا مش عايزه اطول عليكم قوي في الفيديو.
فهنقسمه على جزئين، الجزء الاولاني اللي هو حاجات البيبي اللي انتوا شفتوها اللي انا لسه موريها لكم دي كلها، والجزء التاني بقى اللي هو حاجات ليا انا لينا يعني كماميز او كبنوتات او عروسة او كده. فيلا بينا نشوف. وبس كده، وده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكون مشتريات البيبي اللي انا جبتها كانت عجباكم. ولو حابين تعرفوا اي حاجة اكتبولي في الكومنتات، او حابين تعرفوا مكان اي حاجة، مكان عنوان محل او حاجة، ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، وما تنسوش طبعا تشجعوني باللايك يعني بعد المشتريات والحاجات الحلوة اللي انا وريتها لكم دي. واتمنى يكون الديزاينات الديزاين اللي انا هو تقسيم اللبس والديزاين بتاعه يكون عجبكم. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. باي باي.